اهلا بكم اعزائي المشاهدين في حلقه جديده من برنامج رحله في عالم الكتب. حلقتنا لهذا اليوم عن كتاب لعل الكنوز الوطنيه تتكلم، وسنتكلم اليوم عن مصباح القصور تشان شينغ. برؤيه قنديل الزيت هذا يبدو انك ترى ذلك العهد المضاء به. انها وصيفه في احد القصور الملكيه لاسره هان الغربيه، طويله العينين والحاجبين، مصديره الوجه، تلبس وذاء طويل ومنديلا على الراس، وحافيه القدمين لم تتحرك ولا خطوه خلال اكثر من 2000 سنه مضت، ولكنها اتت الينا ببصيص ضوء من اسره هان الغربيه البعيده. ولدت للقنديل تمسكه ببيداها، موجهه ضوء للامام وحاسبه دخان الزيت داخل جسمها. لنتخيل درجه حرارتها، كانما نلبس دفء التاريخ ويتم قياس طول الوقت بضوء القنديل. اكتشفان وتتكلمان، يا له من تصميم فني فريد. ترفع الوصيفة قاعدة القنديل بيدها اليسرى، بينما يتدلى الكم الواسع اليميني بشكل طبيعي على القنديل ليصبح غطاء له. القنديل مجهز بشريحتين حاجبتين للضوء، يمكن من خلالها تحريكهما على التحكم في زاوية الأشعة. كان الناس في عهد أسرة هان الغربية يستخدمون الزيوت الحيوانية في الإضاءة، والتي تنتج دخان كريه الرائحة، وكان التجويف داخل قنديل الزيت هو طريقة حماية البيئة في ذلك العهد. بعد إشعال القنديل يدخل الدخان الساخن إلى التجويف، حيث يبرد الدخان تدريجا. القنديل متكون من أجزاء عدة يمكن تفكيكها، كما أنه مفتوح من الأسفل، فمن السهل غسل القنديل من الداخل، كما أنه حكمة القدماء تتمثل أيضا في طريقة التحكم بأشعة الضوء. الزمن مثل الضوء، وكذلك الحياة، قنديل تشان شينغ الملكي حامل الضوء للآخر. مصابيح هان العجيبة. إننا بصفة أشخاص يعيشون في الحضارة العلمية الحديثة نتمتع بالمصابيح الكهربائية. كانت أنواع المصابيح متوفرة في عهد أسرة تانغ، بعدما تستعمل صورة ألواني التقليدية مثل صورة القرص السهلة والمصباح على صورة الحبة أو جسم. المصباح الرئيسي ثلاثي الرجال، والأربع هو المصباح على شكل حيواني مثل مصباح الأنغام، مثل صناعة الذهب الذي يجمع في متحف شيان. الصورة الأولى شكله غنم راكع قوي، زوايته مزدوجة بشكل خلوزوني إلى الداخل، وأوامه رأسه مزاجه هادئ وجليل. وأغلق لوحة المصباح فهو وسام منحوت جميل، بل لو نرى ظهر الغنم فتتفتح لوحة المصباح على رأس الغنم ابتداء وظيفة تضاعته. أن المصباح على شكل إنساني هو نادر جدا في ذلك الوقت. وإلى المصباح القصور تشانغ شينغ وجودة أصغر، إنه تركيب تصميمات المصابيح لأحد أسرة هانغ أكثر علميا ومتعددا من الأسرة السابقة، منها على مستوى العلم هو مصباح زيتون. بل مصباح القصور تشان شينغ بصفة أعمال بزارة من مصابيح زيتون لعهد أسرة هان الغربية، وبسبب شكله الفردي لا يقتصر على تمثيل أعلى مستواه الفني للمصابيح البرونزية لذلك الوقت، بل يمثل تاجا نادرا في التاريخ الحضاري والمادي لعهد أسرة هانغ. فكرة عجيبة للمصمم. ما هو مصباح زيتون؟ كل ثلاثي الأرجل والذي استكشف من قبر هان بمان تشينغ، وجهاز دعمه الجزء السفلي بشكل ثلاثي الأرجل، وعلى القامة لوحة ذات مقبض، وعلى اللوحة اثنان من قرص المصابح الدائرة. على الجزء العلوي لقطاع المصباح يرتبط بأنبوب زيتون الفردي أو المزدوج، وطرف أنبوب الآخر يرتبط بسفل جهاز الدعم. إن التركيب النفسي لمصباح زيتون لعهد أسرة هانغ بشكل حيواني هو أروع وأجمل أن أبرز المصابيح. هو مصباح زيتون البقري من صناعة النحاس الفضي، والذي جمع في متحف نانجينغ، ومصباح زيتون من الطيور المائية والأسماك الذي استكشف من قبر هان الغربي من حي بينغ سو مقاطعة شانشي. بالمقارنة، أن تصميم مصباح القبور تشان شينغ أكثر طبيعي، وتأخذ المصمم أكمام قصر السيدة في صناعة الأنبوب، وعلى الرؤية أنه شكل المرأة التي تأخذ المصباح ولا شيء ليست له قاعدة، لذلك هي قصر السيدة لإضاءة المصباح بل عملها، فأصبحت جزء لا مصباح القصور وتشاهد وتلاحظ. أن أخذ المصباح بصفة سلك وأعطى أكثر متعددة من وظيفة وزخ خفافية. وإلى هنا أعزائي المشاهدين نصل إلى نهاية حلقتنا.
نراكم في حلقة قادمة وإلى اللقاء.